السلام عليكم. تخيل ما انت عندك كلمة مرور في الفيسبوك بتاعك. كلمة المرور إذا كانت قوية اللي هو فيها أرقام وفيها حروف وفيها معارف وحركات زي دي، هتاخد من أي كمبيوتر أقل حاجة ملايين السنين عشان يقدر يحلها. تخيل معايا في كمبيوتر بيقدر يحلها في دقايق، يعني إذا أنت مثلا زول مهم شديد، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندك قنابل نووية وبيتكلم مع ناس مهمين شايف في الإيميل بتاعك، ممكن عادي هاكر يخش دا 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 يفتح الإيميل بتاعك في دقايق يشوف الحاجة اللي بيتكلم فيها كلها. عارف المشكلة خطيرة وكبيرة قد كيف؟ طيب الكمبيوتر ده بسمينه الكوانتوم كمبيوتر. الكوانتوم كمبيوتر ده جات فكرته من فيلد أو جزء في الفيزياء اسمه كوانتوم ميكانيك، واكتشف واحد عالم ممتاز جدا اسمه حاجة فيمن، الزول ده أنا متكيف له شديد لحد اللي نسيت اسمه، لكن المهم هو شال جائزة نوبل. ففهم بتاع الكمبيوتر الكوانتم كمبيوتر شنو؟ هسي كلنا قرينا أو احتمال أو معظمنا قرينا إن يا أخي جوجل وصل لحاجة اسمها كوانتم سوبريميسي. دي برضو موضوع تاني قايم بده، لكن بعد ما جوجل قالت الكلام ده العالم كله عمله هوبا 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 دار يشوف الحظ شنو. فمعلش على الحياة البرة دي أو خلي السرعة وأمشي، خلي السرعة وأمشي، تمام. طيب نشوف الكوانتم كمبيوتر يعني شنو. طيب الكوانتم كمبيوتر فكرته مبنية على حاجة معينة، اللي هو إنه زي ما عارفين إنه في الكمبيوترات العادية إحنا شغالين باللغة الزيرو أو اللغة الثنائية، يعني أنت إذا عندك بايت، البايت ده هيكون زيرو يا هيكون ون. افرض انك داير عندك 4 بايتس، الاربعة بايت في البايت الاولى هيكون زيرو ولا ون، في الثاني هيكون زيرو ولا ون، في الثالث هيكون زيرو ولا ون، في الرابع هيكون زيرو ولا ون، صح؟ طيب معناته عدد الخيارات اللي انت عندك عشان تعمل من البايت حاجة معينة هي 2 × 2 × 2 × 2 × 2 16، تمام؟ انت يبقى عندك 16 خيار عشان تطلع بيهم من الحاجة دي. فيبقى إذا أنت عندك باسورد فيه أربع حروف أو 4 بايتس، أنت هتجرب 16 مرة لحد ما تصل الخيار الصحيح، اللي هو ده أعلى عدد الخيارات. إذا كانت آخر خيار هو الخيار الصحيح، فأنت هتجرب الخيار الأول اللي هو حيكون 0001، الخيار الثاني 0000، أو الخيار الأول حيكون 000، الخيار الثاني حيكون 001، بعدك 0010، وهكذا لحد ما تصل الخيار الثاني. الكوانتم كمبيوتر فكرته مختلفة تماما، بدل بايت في حاجة اسمها كيوبيت أو كيو بايت، واحد من كيو بايت. الكيو بايت فكرته إنه ممكن يكون زيرو، ممكن يكون ون، تمام؟ ما تمام. طيب وخد معاك إذا عندنا العملة النقدية دي حتكون يعني ما حتكون طرة؟ دي كتابة ولا طرة، اللي هو كلام ولا كتابة أو كتابة ولا صورة، تمام؟ ده البايتس بتاع الكمبيوتر العادي اللي هو هيكون يا إما زيرو يا إما هيكون ون. في الكيوبيت ممكن يكون أي حاجة، هو لما يكون لافي ممكن يكون أي حاجة، ممكن يكون زيرو ممكن يكون ون. يعني شنو الحاجة تاني؟ يعني إذا أنت اخترت باسورد فيه 4 بايتس ودخلته للكوانتم كمبيوتر، هو في نفس اللحظة بيكون بيفتش في 0 و 1 في نفس الوقت، يعني ما حيكون يفتش 0 0 1 0 0 كلهم مع بعض. الحاجة دي نعم معقدة حبة، عشان كده الناس ماخدة فيها زمن لحد هسه ده، لكن ده فهم بتاع الكوانتم كمبيوتر، يعني ممكن يجرب أي حاجة في كل وقت أو كلهم مع بعض كده. ده الخلى إنه حسي كمية بتاعت حكومات وكمية بتاعت شركات تتهافت عشان تقدر تنتج الكوانتم كمبيوتر الأول حقها. وجوجل تقريبا حتى الآن هي ماسكة الراية بتاعت الجهات يلا راية التقدم. فإن شاء الله تكون كده واضح لكم حبة، إذا ما واضح وروني في التعليقات عشان نقوم نعمل فيديو تاني أوضح من الفيديو ده. شكرا جزيلا، شكرا.